السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هشرح الوحدة الثانية من كتاب الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول اللي هي يونت 2. بس قبل ما أبدأ في الشرح بتمنى من كل اللي بيحضر هذا الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويضغط لي على كلمة الاشتراك عشان يشترك معايا في القناة، أو كلمة سبسكرايب، كده بتكون اشتركتوا في القناة وحيوصلكم كل الفيديوهات اللي أنا بشرحها. أوكي. يونت 2 يعني الوحدة الثانية تسمى things we wear، يعني أشياء نرتديها. أوكي، هنا في هذه الصورة نرى سفروتة وفتاة. أوكي، سفروتة قالت لتلك الفتاة هاي، ردت عليها هاي سفروتة. قالت لها سفروتة واو I like your hat، يعني واو أنا أحببت الطاقية التي ترتديها. ردت عليها الفتاة thank you، يعني شكرا لك. لننتقل إلى المحادثة الثانية. في هذه المحادثة نرى فتاة وسفروتة وفتاة أخرى. الفتاة هذه تسأل whose hat is this، يعني whose يعني لمن هذه الطاقية. ردت سفروتة it is not mine، يعني إنها ليست لي. أما هذه الفتاة قالت من بعيد it is mine، يعني إنها لي thank you، وأخذت الطاقية. ردت عليها الفتاة you are welcome، لأنه قالت لها thank you فرد على thank you you are welcome. you are welcome باختصار أو you are welcome. كي ننتقل إلى number 2، هنا بقول لك practice and act out the talks in pair، يعني أنت وصديقك براكتس على هذه المحادثة وتدربوا على هذه المحادثة. أوكي، لننتقل إلى number 3، رقم 3، listen and number، يعني استمع ورقم هذه الكلمات. هنلاحظ أن هذه الكلمات كلها بتبدأ بحرفين اللي هي W و H. W H بعضها أسئلة، ثلاثة منهم أسئلة، والرابعة عبارة عن لون الوايت. أوكي، هيقولنا أن هنا أنه كيف نلفظ الكلمة التي تبدأ بـ W H، كيف حلفظها وبعدين حنرقمها. أنا حلفظ الكلمة وإنتوا عليكم ترقموا الكلمة اللي أنا بلفظها. Number one who يعني من، who تعني من. Number two whose حنكتب هنا number two whose معناها لمن هذا الشيء. هنا من هو هذا الشخص، هنا تعني من وهنا لمن. number 3 what معناها ماذا. number 4 white هو لون او color اللي هو الابيض، زي ما هذه الفتاة تلبس اللون الابيض. أوكي، هنا السؤال بيقولنا whose ليست هذه whose وإنما who is. إذن whose هي كلمة مختصرة لـ who is. إذن who's wearing white يعني من هو الذي يرتدي اللون الأبيض. The girls wearing white، هنا برضو girls هي اختصار لـ girl is يعني الفتاة هي التي ترتدي اللون الأبيض. إذن who's هنا تعني who is يعني من هو. أوكي، لننتقل إلى الصفحة التي تليها. حنسأل ب whose هنا معناها لمن وليست من. هذه whose هي نفس whose التي في الصفحة. هنا whose يعني لمن تعود للملكية، لمن هذا الشيء. زي هنا السؤال بقول لك ask your classmate about people's belongings. belongs يعني الملكية أو تعود لمن. أوكي، هنا قبل ما نبدأ في هذه الصفحة نشوف اللي grammar toolbox. هنا بقول لك it is my hat، يعني هذه الهات لي. it is my hat أو it's mine، هي لي. ممكن نقول إذا سألنا لمن هذه الطاقية وبدنا نقول إنه هي لي، يا أما نقول it is my hat أو it's mine. it's my hat أو it's mine. وهنا أيضا بدنا نقول إنه هي ليست لي،
it's not my hat أو it's not mine. أوكي؟ okay؟ لننتقل إلى السؤال. هنا تسأل المعلمة وهي teacher the students الطالبات وتقول لهم whose hat is this؟ هي تحمل طاقية وتسألهم لمن هذه الطاقية؟ ردت عليها تلك الفتاة it's mine هي لي thank you. وممكن أحد تاني يقول it's not mine يعني هي ليست لي. ممكن تسأل عن شيء تاني وتقول مثلا whose pencil is this يعني لمن قلم الرصاص هذا؟ حترد عليها الفتاة it's mine يعني هو لي thank you. وأخرى ستقول it's not mine يعني هو ليس لي وأيضا thank you. أوكي، لننتقل إلى الصفحة التي تليها. في هذه الصفحة هنتكلم عن rhythms. زي ما قلت من قبل كلمة rhythms معناها لها نفس النهايات، نفس حرف في نهاية الكلمة. And listening يعني ونستمع. هنا عنا تقريبا أغنية، ممكن نخليها أغنية ممكن يكون كلام. اسمها Who is wearing green؟ هو معناها من، من الذي يرتدي اللون الأخضر green. إذن who is wearing يرتدي green يعني أي ولد من هذول الأولاد يرتدي اللون الأخضر. نستمع إلى هذه الأغنية ونترجمها. طبعا green معناها أخضر. green 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 green. who is wearing green today؟ green 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 green. who is wearing green يعني من الذي يرتدي الأخضر؟ رد الطالب I am wearing green today يعني أنا ألبس الأخضر اليوم. I am wearing green today. look at me يعني انظر إلي. and you will see وسوف ترى. أنني that I am that أنني ألبس الجرين الأخضر اليوم. إذن look at me انظر إلي وسوف ترى. and you will see وسوف ترى that أنني I am wearing أنني ألبس green الأخضر today اليوم. إذن هنغني هذه الأغنية مع بيسان وحلو ديما. حيورونا كيف هنغنيها وحيمثلون الألوان. لنستمع معا إليهم. green 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 green. who is wearing green today؟ I am wearing green today. look at me and you will see that I am wearing green today. black 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 black. Who is wearing black today? I am wearing black today. Look at me and you will see that I am wearing black today. Yellow, 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 yellow. Who is wearing yellow today? I am wearing yellow today. Look at me and you will see that I am wearing yellow today. Great. Bye. والآن لننتقل إلى نشاط أو الأكتيفيتي نمبر 2. Listen and say, then write the missing letters. Listen استمع وقول وردد خلفي ثم اكتب الحروف الناقصة. Missing letters يعني الحروف الناقصة في الفراغ. اوكي عندنا هون green gray gray green يعني اخضر. grass 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 معناها العشب. اذا green grass يعني اخضر وكلمة عشب. هنلاحظ هنا في الصورة انه الولد قاعد على عشب لونه اخضر. اذا the ايش الحرف اللي ناقصين؟ the grass هي نفس هذه الكلمة يعني العشب. is إيش لون العشب؟ green green green. برضو حنحط الجي والآر. إذن the grass is green. it is أو it's grey great يعني. okay
ننتقل إلى الصفحة التي تليها. هنا في هذه الصفحة عندنا fun time أو وقت المرح. أيضا عندنا أولاد حيلعبوا جيم لعبة. واحد حيسأل مين اللي بلبس هذا اللون والتانيين حيردوا عليه. نقرأ السؤال. Ask about the colors your classmates are wearing. يعني اسأل عن لون اللي بيلبسوه your classmates يعني أصدقائك في الصف. أوكي؟ طيب قبل ما نقرأ هنا هذا النشاط خلينا نروح على الـ grammar toolbox. يعني البوكس اللي بنشرح فيه الجرامر. هنا بقول لك انه اختصار كلمة whose هي who is. يعني لما نكتب كلمة who بعدين نحط apostrophe اللي هي الفاصلة العلوية بعدين نحط s هذه معناها كأننا منقول who is. يعني اختصار لكلمة who is يعني من هو الشخص، نسأل عن الشخص. يلا نرجع ونقرأ هذه الأسئلة. حنبدأ. هذا الولد بيقول بيسأل أصدقائه اللي في الصف أو اللي classmates تبعونه بيقول who's wearing blue today؟ يعني من هو الذي يرتدي اللون الأزرق اليوم؟ رد هذا الطالب وقال I am أنا. وهذا الطالب قال I am not يعني ليس أنا. وهذا الطالب قال he is يعني هو، تعود على هذا. أوكي؟ ممكن نسأل عن لون تاني، مثلا ممكن نقول who is wearing red today. مين اللي حيجاوب ويقول I am؟ هذا الطالب حيقول I am. وهذا الطالب حيقول I am not. وهذا الطالب ممكن يقول he is يعني هو، تعود على هذا. أوكي؟ وننتقل إلى الصفحات التي تلي. أوكي، في هذه الصفحة عندنا الأكتيفيتي نمبر 1 listen and chant يعني استمع وكرر معي الكلام. عندنا هنا boys حنعتبر سفروت إنه هو boy ولد وسفروتة هي girls. أوكي؟ طيب ماذا يرتدي الأولاد وماذا يرتدي البنات؟ الboy قال I am wearing يعني أنا أرتدي أو أنا ألبس. واحد number 1 a cap طاقية. Number 2 sunglasses يعني نظارات شمسية. Number 3 a t-shirt يعني بلوزة t-shirt. Number 4 a jacket jacket اللي هو الجاكيت زي ما احنا بنقوله بالعربي. Number 5 a jeans يعني بنطلون jeans. إذن الboys بيرتدوا هذه الأشياء a cap طاقية a sunglasses نظارات شمسية a t-shirt يعني بلوزة a jacket اللي هو الجاكيت and number 5 jeans. طب نيجي للgirls البنات what are they wearing؟ قالت سفروتة I am wearing يعني أنا ألبس أو أنا أرتدي a hat. A hat معناها طاقية، بس في فرق بين هذه الهات وهذه الكاب. الكاب أنا حوريكم الفرق، هي الطاقية اللي ليها زي كده من قدام حقت الأولاد غالبا بتكون، هذه اسمها كاب. أما الهات بتكون زي كده اللي هي دائرية كاملة، هذه بنسميها هات. وغالبا ممكن أولاد وممكن بنات يلبسوها، بس هذا النوع طبعا للبنات، بس اللي بتكون دائرية ما ليها هذا من قدام، اللي ليه كده من قدام هذه اسمها كاب. أوكي؟ هذا الفرق بين الكاب والهات. أوكي؟ إذن سفروتة أو الجيرز إيش بلبسوا؟ a hat اللي هي الطاقية. Number 7 a blouse اللي هي البلوزة بس القميص. البلاوز هو عبارة عن القميص اللي احنا بنسميه قميص. Number 8 a sweater. السويتر اللي هو البلوزة بس بتكون صوفية للشتاء. أوكي؟ Number 9 a skirt. skirt اللي هي التنورة. ونمبر 10 shoes اللي هو الحذاء. إذن الgirls they are wearing أو بيلبسوا واحد hat طاقية blouse قميص sweater اللي هو الصوف أو البلوزة الصوفية skirt تنورة shoes اللي هو الحذاء. ننتقل إلى نمبر 2. هنا بقولك practice saying the chant. boys chant the boys clothes والgirls chant the girls clothes. يعني الboy يقولوا إيش اللي بلبسوه والgirls يقولوا إيش اللي بلبسوه.
يلا ننتقل إلى الصفحة التي تليها. هنا في هذا عندنا برضو fun time اللي هو وقت المرح. بقول لك touch the screen يعني المس السكرين اللي هي الشاشة، نعتبر هي هذه شاشة iPad. هيقول لك listen and touch the right picture use two hands، يعني هو هيقول اسم الصورة اللي هنا وانت عليك انك تلمسها، تحط ايدك او اصبعك على الصورة اللي ذكرت اسمها بشكل صحيح. عندنا number one for example blouse، اذا هحط اصبعي على البلاوز اللي هو القميص. اوكي cap، هحط اصبعي على الكاب. اوكي glasses طبعا مو sun glasses اللي هي السودة دي، هذه اسمها glasses اللي هي نظارات. اوكي هذا جينز اذا كان هو عبارة عن قماش جينز، او تراوزر اللي هو البنطلون. صندل بالعربي. شوز اوكي الحذاء. تي شيرت او شيرت اوكي. ودريس اللي هو الفستان. اوكي لننتقل الى الصفحات التي تليها. اوكي في اخر صفحتين هنتكلم عن الفونكس اللي هي اصوات، وغالبا في هذا الصفحه هنتكلم عن صوت حرفين، صوت الحرف البي وصوت الحرف البي والفرق بينهم. اوكي هنا مكتوب listen read and say، يعني هنستمع ونردد معه. اوكي اول حرف كيف حنلفظه؟ بي هيكون شويه ثقيل. الحرف الثاني بي هنا بقول لك بي and بي جينجلز. ايش يعني جينجلز؟ جينجلز يعني لفظه او نغمته. اوكي حنبدا بحرف البي. بي سايز يعني ايش صوته؟ بي باروت. الباروت اللي هو الببغاء. اوكي اذا بي باروت. اوكي وبي سايز بي بن. بن اللي هو القلم الحبر. again اللي بعده بي باندا اللي هو الدب، دب الباندا. اوكي هذا بالنسبة لحرف البي اللي هو شوية ثقيل. نيجي لحرف البي، البي خفيف بنقول ب إذن صوت الحرف البي ب بير هذا دب، هو الدب العادي. اوكي بي او ب بنانا، طبعا بنانا يعني موز. ب بيد يعني سرير. اوكي انتقل الى النشاط الذي يليه، نشاط نمبر 2 listen say and match. هنوصل بين كل كلمة والصورة تبعتها، then بعد ذلك write the missing letters. قلنا إيش يعني missing letters؟ يعني الحروف الناقصة في الفراغ. أوكي هنبدأ، هنلاحظ إنه في P مع ال اللي هي P بل بل، وفي B مع ال L. كيف كل واحدة هنلفظها؟ الكلمة الأولى plane معناها طائرة، وحنوصل بين كلمة plane والطائرة. الكلمة الثانية plate معناها صحن اللي بنأكل فيه، وحنوصل بين كلمة plate والصحن. الكلمة اللي هنا اللي هي B الخفيفة blue معناها الأزرق، حنوصل كلمة blue باللون الأزرق. وكلمة black معناها أسود، حنوصل كلمة black بالصورة اللون الأسود. أوكي نشوف هنا إيش الحرف الناقص. عندنا هم حرفين ناقصين، يا إما البي التقيلة مع الال أو البي الخفيفة مع الال. نشوف هذه إيش الكلمة آخرها A-T-E، إذن plate اللي هي الصحن اللي هي دي الكلمة plate يعني الصحن is blue أزرق blue، إذن الصحن هو أزرق أو لونه أزرق. أوكي ننتقل إلى الصفحة الأخيرة، هنقول does it move هل تتحرك. hold a tissue بدنا نشوف، هنمسك منديل a tissue، هنمسك hold a tissue يعني امسك منديل in front of your mouth أمام فمك
and say the words. وانطق هذه الكلمة. حنشوف. Does it move؟ يعني هل التيشو أو المنديل حيتحرك؟ هل حيتحرك عندما نقول هذه الكلمة ونلفظها؟ ولا هتكون خفيفة الكلمة وما حيتحرك التيشو أو المنديل؟ هذه الفتاة قالت بدها تقول كلمة pen. إذا حطينا تيشو أو منديل على فمنا on our mouth وقلنا كلمة pen عشانها تقيلة حيتحرك المنديل أو التيشو. أما إذا قلنا بنانا اللي هي هذه الكلمة اللي هي الموز ما حتتحرك لأنها خفيفة بنانا. أما هنا pen. أوكي؟ كلمة plane plane حتتحرك. كلمة blue ما حتتحرك it will not move. أوكي. كلمة parrot حتتحرك لأنها ثقيلة parrot. أما كلمة bear اللي هي الدب parrot معناها ببغاء زي ما قلنا هنا. وكلمة bear اللي هو الخفيفة معناها الدب ما حتتحرك المنديل أو التيشو. أوكي. كلمة plate plate معناها الصحن حتتحرك المنديلة لأنها ثقيلة plate. أما كلمة black black اللي هي الأسود ما حتتحرك فيها المنديلة. كلمة panda panda حتتحرك فيها المنديل لأنها ثقيلة. أما كلمة bed اللي هو السرير ما حيتحرك فيها المنديلة. إذن في هذا النشاط بدنا نشوف هل التيشو اللي وضعناه in front of our mouth أمام الماوث تبعنا اللي هو الفم هل حيتحرك إذا نطقنا هذه الكلمات ولا لا؟ وبكده إحنا انتهينا من الوحدة الثانية. أتمنى إذا عجبكم الفيديو إنه تحطوا لي لايك أسفل الفيديو وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من الوحدات اللي أنا بشرحها. وبكده وصل لنهاية الفيديو. مع السلامة.